أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط أن يتوب العبد من جميع الذنوب أم أنه لو تاب من بعضها صحت؟ لأني قرأت للعلامة النووي رحمه الله حكاية الإجماع على عدم اشتراط ذلك، وإنما حكى الاشتراط عن المعتزلة، وقرأت لابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة حكاية الخلاف وأنه روايتان عن الإمام أحمد، فما الصحيح في ذلك؟ لا أبدا، التوبة لا بد أن تكون شاملة من كل الذنوب والمعاصي، ولكن لو تبت من ذنب فإنه يغفر ذلك الذنب ويبقى عليك إثم الذنب الثاني. فالذي مثلا يترك الصلاة ويشرب الخمر ويفعل الزنا ويأكل الربا، إذا تاب إلى الله وحافظ على الصلاة، أو تاب إلى الله وترك الربا، أو تاب ترك الزنا، تاب الله عليه من هذا الذنب، ويبقى عليه الذنب الثاني يحتاج إلى توبة. نعم.